حقيقة صراحتك وليهون الأستاذ سعد المحترم حقيقة، إذا أنت طلعت من قائمة 555 وغيرك راح يطلع من كذا قائمة رقم كذا، طيب يعني بعد ما راح نعتب على البلد إذا وقع، لأن الكفاءات الخبراء المختصين الأساتذة جاي يطلعون من هذه القوام يا أستاذ أحمد، بعد ماكو عتب خلاص ما يقبلوك عيني هسه مو شلون يقبلوك؟ يعني بالمناسبة إملاءاتهم الحزبية اللي هي طبعا ما يعرفها الرأي العام العراقي، إملاءاتهم الحزبية توصلك إلى مرحلة لو أينشتاين يجي يشترك بالأحزابات بقد ما يملون عليه إملاءات إلى السجن وللضرب، هذول بلوة الأحزاب.